تدعينينا ليه؟ احنا النهارده عاملين المليونيه دي علشان نقول ان الشعب المصري كله بيقول لك احنا اسفين يا ريس، الناس دي كلها عايزاك ترجع يا ريس. ايوه على فكره يا ريس، احنا من شباب 25 يناير الاصليين، الدليل اهو كلنا من 25 يناير الاصليين، وعمر ما كان من مطالبنا ان احنا نقول ارحل ارحل، احنا كنا بنقول ايه الحل ايه الحل. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال اقول لك. انت تفتكر الثوره كانت ايام 25؟ دي كانت ايام امتحانات، ايام امتحانات، يعني اسئله صعبه واسئله صعبه، الطبيعي ان احنا نرجع نقول ايه الحل ايه الحل. عمال يقول لي ده صحيح يا جدع، انت سمعت قال ايه يا منصور؟ ده هو اللي ده صحيح بقى زي ما مشكلة الشعب ده ان هو مغفل، مش عارف قيمه الرئيس بتاعه. الرئيس ده احنا كنا قاعدين في بيوتنا مؤسسين مكرمين، لا بنختار مجلس الشعب ولا شورى، هو الراجل بيختار لنا. دي مش ثورة، ده شوية شباب على الفيسبوك قالوا يتقابلوا فين؟ قالوا لك ننزل ميدان التحرير، وأكبر دليل إن الناس دي عملاء، أما اختاروا يتقابلوا اختاروا عند كنتاكي، أيوة. المطعم الأمريكاني، دي مش صدفة، دول لو من ولاد البلد صحيح كانوا اتقابلوا عند الشبراوي. الناس دي كلها تابعة وائل غنيم، وائل غنيم ده مسوني، عامل لنا خرم في دماغنا، أنا رحت حلقت عشان أعرف الخرم ده راح فين. الراجل ده لازم يدرك كبير، الشباب اللي بيهاجموا ده كان ابوه وامه لسه ما اتجوزوش لما هو طلع بطيارته في حرب النكسه سنه 76 ومبهدل اسرائيل، الشباب ده لا بيقرا ولا يعرف حاجه عن تاريخه، الراجل ده عمل لك اقوى بنيه تحتيه في العالم، اقوى بنيه تحتيه ومش تحتيه انا بس، ده تحتيه وتحتيك وتحتيك. الشعب المصري، اخلاق الشعب المصري، انت بتبقى تطلع الاوتوبيس وانت قاعد يجي لك راجل كبير تقوم تقعده، هو الرئيس بقى عشان ما طلعش الاوتوبيس وهو راجل كبير ما ملوش عندك حق، الراجل طلب ان هو يقعد في شرم، شرم اللي عاش فيها وشاف حياته كلها فيها وطلب يموت فيها، اتربى فيها يا جماعه، ليه يا جماعه كده؟